المية أصل الحياة، الأساس وهدفنا توصل لكل الناس. علشان كده اتصالات وقعت عقد شراكة مع جمعية حماة المستقبل لمد وصلات مياه في الفيوم وإقامة محطات تنقية مياه في صعيد مصر. ولسه تتهز بكورة أو سمكة بحبلها عاملة مربعات، مهما تكون مليانة بتبقى آخر انبساط. ما تقدرش تعيش من غيرها إن كنت فرود أو صياد، ولو مرة وقعت في تليفونك تبقى أكيد مش اتصالات. حل فوازير اتصالات على فيسبوك واكسب عمرة ورحلة لتركيا وجوائز تانية كتير. اتصالات، الخير لسه فيه أكتر.